بالنسبه ليا الرجاء ما كانتش، ما جاتش في هذاك النهار. يمكن صغروا بالخصم، لان ما يمكنش بانك فريق اللي في قسم الثاني كنتي منتصر عليه، فريق اللي لعب تقريبا 45 دقيقة ب 10 جوج الاشواط الاضافية و 15 دقيقة وما تسجلش عليه. المشكل اللي تنشوفه انا يمكن كاين شي مشكل ديال الاستعداد البدني ديال كاين اللعابة تيتوعكوا بزاف ديال الرجاء، كثرة المباراة يمكن، وملي تيكونوا كثرة المباراة خاص العمل يكون كبير ديال الطاقم الطبي ديال هذا باش يرجعوا بسرعه اللياقه ديالهم. وهذاك الشيء كاين فرقه مزيانه اللي عندها مستقبل رغم الاكراهات اللي كانت دازت. فبالنسبه لي انا كان خصهم في هذيك المباراه منطقيا الرجاء خصو في الفينال، ولكن في هذيك المباراه واذا تفاز تستاهليه تكون في النهايه لان كانت احسن من الرجاء. قبل ما تخرجوا ما تنسوش ابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع صحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم وما تبخلوش علينا بتعليقاتكم وملاحظاتكم.